ناهيك يا أخي أحمد أن نحن الموضوع دائما نقول أن المشكل في ليبيا ليس بمشكل سياسي، المشكل في ليبيا هو مشكل أمني. كان من الأولى على السيد عقيل الصالح بأن يعمل على تجليس كافة قادة الميليشيات الموجودين في وزعماء الحرب الموجودين في غرب البلاد، أن يجلس معهم وأن يتحاور معهم هم أولا، وأن يقنعهم بترك السلاح والعودة إلى الحياة المدنية لكي نبني عملية سياسية.